الشقيق طبعا موسى صابر، كل الناس دي انا كنت بقابلها هنا. وفي الفن كان احمد صالح، في الرياضه كان الاستاذ عبد المجيد نعمان. يمكن قعدت 4 سنين اتدرب في المؤسسه الاستاذ محمد زعزع طبعا في اخبار الحوادث. اساسي طبعا 4 سنين. لكن انا لما اتخرجت فوقت وطلعت الاول، يمكن من الصدف يعني انه الاول كان محمود كامل رشيدي اللي بيحاكم الرئيس السابق حسني مبارك، وانا في الاول بقرر هو احمد اسماعيل سويسرا واحمد اسماعيل. يمكن اول شخصيه تعرفت عليها في الامير الاسماعيليه والد الاستاذ ياسر الاستاذ فتحي رزق، كان هو مندوب الاخبار في مدينه الاسماعيليه. ده يعني من الصدف. فانا طبعا بعرف الوالد قبل هذا الاسد من ذاك الاسد يعني. بالنسبه لي مدينه جميله، يمكن مرتبط معاها بذكريات جميله لان دي اول بلد انا اشتغلت فيها. يمكن الاستاذ ياسر رئيس مجلس الاداره ورئيس التحرير اشار الى فتره الاحتلال الاخواني اللي هي كانت انا شايفها انها أسوأ من فتره الاحتلال التركي والملكي والهكسوسي وكل الفترات. لان هذه الفتره رجعنا يعني برايي انا رجعت مصر حوالي 100 سنه ورا. ويمكن برضه الاستاذ ياسر لما قال ان انا مخوف، لا انا كنت زعلان جدا لانه قايمه الاختلالات كانت 30 انا رقم 29 وعمري ما اتعودت ابقى في الاخر يعني. يعني دايما بالاول ده اول مقرر كان حاطيني رقم 29. لكن المدهش ان السيد رئيس الجمهوريه السابق محمد مرسي استعمل سيف المعز ودهب. يعني بعت لي ان انا بالمستشار القانوني معاه، فانا قلت يعني انا مع احترامي الشديد ليه ده راجل اهبل. لما طلع في التلفزيون وحددني وقال انا بتامر عليه في بيئ مكتبي ومعايا السيد احمد المستشار احمد زين وعبد المجيد محمود وداني الجبالي، فانا ضحكت عشان نادي نظام الحكم. قلت له يا عم روح ادي نظام حكمك الاول، ما عندكش اصلا نظام حكم. لكن انا عايز اكلمك استاذ ياسر بصراحه كمواطن مصري، انا محبط وحزين من اوضاع بعد السيد الرئيس السيسي. ليه؟ انا بقى لي ساعه ونص جاي في الطريق في مسافه لا تتعدى يعني من بيتي في المهندسين اللي انا بعدي الكوبري. عوده يعني انا كنت متصور انه انا مش ضد ان الناس تستلزم، لكن انا حقي كمواطن فين؟ انا حقي كبني ادم ماشي على وسيف فين؟ انا حقي كبني ادم راكب عربيه فين؟ فانا كنت اتصور انه، وطبعا موقفي من السيد الرئيس السيسي معروف جدا. يمكن انا دخلت في تحدي مع الاخ عبد الدين صباح، يمكن اول راح كشف الشيكات اللي خدها حزب وطني كنتانا، وقلت له تعالى اعمل معايا مناظره. لكن انا محبط. محبط ليه؟ انا اتصور ان دوله القانون تبدا باحترام حديده هي شرط النجوح. هذه الحديده لو انا احترمتها يبقى انا احترمت الدوله وعدل دوله القانون. اللي انا شفته بصراحه وانا جاي شيء محزن ومؤسف. حضرتك تقول لي احنا لسه، تعال شوف انا في نادي الزمالك. يمكن الاستاذ ياسر جه نادي الزمالك ده انا بعتبره مصر المصغره. نادي مليون و306 مليون، دخلنا هنا 6 جنيه فيه بس، عندنا مستحقات لعيبه بالملايين، البنيه التحتيه متهالكه، مفيش حمام نظيف، مفيش ارض نظيفه، مفيش. في 3 اشهر تعال شوف اللي اتعمل في نادي الزمالك. اعتقد احنا يمكن اسبوعين بكثير وهنفتتحه. حمامين سباحه، ملاعب اطفال، ارضيات رخام، حمامات جديده للناس، كراسي، ترابيزات. يعني انا اتصور انه البني ادم لما في حد جديد بيجي لازم يحس ان في جديد. الجديد انا كنت اتصور ان دوله القانون تعود. احنا طبعا احترامي للسيد الرئيس واحترامي للمهندس ابراهيم احلب والجهد العظيم اللي بيعمله، يعني امبارح كان في توشكا، واول امبارح كان في المنزله، وكل يوم في بلد. لكن في النهايه انا كمواطن المردود عندي في عيني الشارع. انا مش شايف شارع منضبط. ويمكن سبب رئيسي من عدم انضباط الشارع هو الانفلات الاخلاقي اللي حصل من 25 يناير. ان الناس افتكرت ثوره يعني فوضى، ثوره يعني اقف في نص الشارع، يعني اقطع الطريق، يعني توك يمشي عكس الاتجاه. لا، دي مش ثوره، دي الفوضى. فانا بس بالمناسبه يعني وانا شايفك عملت كذا ندوه وكان حاضر فيها السيد الرئيس، ويهمني موقع اخبار اليوم اللي بيشوفه الملايين يعرف ان في ناس بتأيد السيسي، بل كانت دعم لي. وانت عارف ان انا عملت معاها كذا لقاء تدريبي. حزينه لان انا مش شايف لغايه دلوقتي ان دوله القانون عادي. طبعا جزء من دون الارهاب والشرطه اللي برضه عندها تشغيلها كل يوم،
والولاد اللي هم بيروحوا مثلا في ماتش يروحوا يلعبوا في الماتش، في جامعه يروحوا يلعبوا في الجامعه. لكن ده محتاج دوله القانون، وانا 5 سنين يا استاذ ياسر في مجلس الشعب ضد قانون الطوارئ، لان انا في يوم من الايام تم اعتقالي من زكي بدر بسبب ان انا ضربته، كان ايام وزير الداخليه مفتري، بسبب قانون الطوارئ اعتقلني 3 اشهر. فانا اكره قانون الطوارئ كراهيه عمياء، لكن انا النهارده محتاج قانون الطوارئ. محتاج قانون الطوارئ للارهاب والبلطجه. حضرتك النهارده بتشوف في مترو اي مترو عمال ولا بتاع بايعين مع بعض، اتخانقوا بيطلعوا السلاح ويضربوا بعض. البلد في حاله، يعني البلد يمكن ما مرتش بحاله استثنائيه. استاذ عمار واصل. طبعا. استاذ عمار على سيرة المشروع بقى اسمه استاذ عمار. ده انا بعرفه برضه. انا قلت يعني زمان بقى انت دفعه 75. ايوه مظبوط. هو دفعه 75 دفعه واحده. 75 اول اول دفعه اعلان. ايوه اول دفعه. اول دفعه اعلان. ف النهارده البلد في بتمر في ظروف استثنائيه، لو انت ما عملتش قانون طوارئ اليوم والسلطه التشريعيه في يد السيد رئيس الجمهوريه، معلش هناخد حضرتك شويه لانه انا شايف ان المسائل كلها داخله في الرياضه، داخله في السياسه، داخله في الفن. يعني برضه من الاشياء المؤلمه المحبطه ان رمضان هذا الشهر الكريم تحول الى في التلفزيون المصري الى شهر، انا اسف حضور للعاره وسفاله وبهطجه. حضرتك طب انت بتتكلم ليه عن الشارع اللي احنا بنتكلم فيه بقى، البلطجه اللي في الشارع، وانت بتروج في البيوت للدعاره، يعني مهد تقول لواحده يلا يا وسخه، فين ده؟ فين ده؟ وبعدين حتى الاعلانات اللي موجوده في التلفزيون مطلعين شعب مصر يا اما متسول يا اما مريض يا اما اهبل. احنا شايفين دوت. لا شعب البتاع اللي دلوقتي كل شويه يكسر بيكسر مش عارف فازه وطالع امه عبيطه، واخد بالك؟ والواد التاني اللي اسمه تامر رايح يشتري ذهب. ف ايه ده؟ ايه كم الاعلانات اللي بتطلعها شعب مصر ده شعب قبله؟ ايه ده؟ فبصراحه انا كنت متصور ان الاداء بعد انتخاب السيد رئيس الجمهوريه الاداء مش على مستوى طموحات الشعب.